بنرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. في الفترة الأخيرة طبعا نتيجة للوضع الاقتصادي كان في كلام متداول بشكل كبير أنه هيكون في رفع بشكل جزئي عن اللي هو دعم الطاقة وزيادة في الأسعار، وأن الكلام ده كان المفترض أنه هو هيتنفذ أول امبارح يعني يوم الخميس. وبعدين في أخبار تانية اتكلمت أن في تقارير أمنية سيادية منعت أن القرارات دي تتنفذ علشان يعني الشارع مش هيتقبلها في الوقت الحالي. احنا بدورنا حاولنا لها نستوضح المسألة، واتكلمنا مع أحد المسؤولين بالحكومة اللي رفض الإفصاح عن اسمه يعني على المستوى الإعلامي، وقال إن قرارات إعادة ترشيد دعم الطاقة ومنها المنتجات البترولية تم تأجيل الإعلان عنها لما بعد تحديد مصير الحكومة اللي المفترض طبعا إنها تتقدم باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الصبح. وأكد المسؤول ده على إنه تم الاتفاق على عدد قرارات خاصة بإعادة هيكلة دعم الطاقة، منها على سبيل المثال زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا، وإن هيكون في خطط محددة تم وضعها علشان تتعامل مع دعم المنتجات البترولية من سولار وبنزين وغيرها. لكن هيتم الإعلان عن الكلام ده بعد ما تتشكل الحكومة الجديدة اللي في اتجاه برضو إنه يكون في إبقاء على نفس الحكومة، بس طبعا مش على لسان المسؤول، أنا بقول لحضراتكم التحليلات السياسية اللي بتتكلم على الموضوع ده، إن هيتم الإبقاء على نفس الحكومة الحالية لكن ممكن يكون في تغيير محدود بالنسبة للوزارات الخدمية. ونرجع بقى نتكلم على انه برضو الحكومة مش هتعلن عن قرارات هامة متعلقة بدعم الطاقة قبل ايام من تقدمها باستقالتها، وهي الفترة اللي بيتم وصفها دلوقتي انها فترة ريبة وصمت.